وبعد الخطف ماشي بلبنان وبعده مسلسل الخطف مكمل، ونحن للأسف انضربنا وصرنا منتقبلها بطريقة عادية جدا، صارت جزء من يومياتنا. هيدي قصة ينخطف حدا على طول منحضرها على الأخبار، بعد نص ساعة مننسى الموضوع وكأنه ما صار شيء، لا منتأثر إذا ختيار انخطف ولا إذا ولد صغير يا حرام أخدوه من أهله ولا إذا شاب خطفوه وعملوا ما بعرف شو بيعملوا فيهم. الغريب كيف روضونا، كيف لغيوا أحاسيسنا كلنا لحتى بطلنا نعرف نحس وبطلنا نتأثر، لا الجريمة ولا التفجير ولا الخطف عم بيهزونا بقى. حسين وسام سماحة عمره 10 سنين، عائلته عايش معه بيش مستار بالبقاع. نهار السبت الساعة 5 من بعد الظهر انخطف من قدام بيته، رجع التنين ردوه على البيت مباشرة من شمستار من بيت استاذ عباس سماحة جده لحسين. رح نعرف تفاصيل قضية الخطف، زميلتنا زينة باسيل موجودة بالبقاع بشمستار. مساء الخير زينة لإليك ولكل عائلة سماحة يلي موجودين معك. مساء الخير جو، مسيك من بلدة شمستار البقاعية. هيدي البلدة هي جارة طريا بعلبك زحلة، بلدة كتير حلوة ومميزة فعلا بشوارعها الواسعة بأهلها ببيوتها الحلوين. نعم. هون نحنا بحارة عين حمدة بالتحديد، وهون بالتحديد انخطف حسين. قابلت أهله أمه وبيه وخيه مجد وخيه جهاد. نعم. جو بقدر قلك أنه هن بعيونه لحديت هلأ بعده في خوف في قلق، بعدهم هيك مش واعيين من وطأة الصدمة. خلينا نبلش نحكي مع حسين زينة بس لحتى نسأله بالتفاصيل يلي صارت معه. بس بدي شير لك على عكس حسين يلي تفاجأنا بس شفناه قدي قوي وشجاع ومنه خايف، واعتبر اللي كل اللي صار معه هو حلم بشع واستفاق منه. رح اترك لك حسين يخبرك كل تفاصيل عملية الخطف ويرد على أسئلتك. تفضل حسين. مساء الخير جو لألك. مساء النور، كيفك؟ حمد لله على السلامة. الله يسلمك. خبرني شو صار معك نهار يلي انخطفت، وين كنت؟ وين كنت برات البيت؟ وين ظهرت؟ كنت عند بيت عمي. نعم. وكنت راجع من عندهم. نعم. قدام المدخل بيجوا سيارة كتير مسرعة بيصفوا قدام البواب. شو هي السيارة؟ تتذكر شي؟ بس لونها أسود. نعم. جيب ولا سيارة؟ سيارة. سيارة. أي ساعة كانت هيدي؟ 5 بعد الظهر؟ ايه. نعم. شو صار معك؟ شو عملوا؟ تعبت اقول لك كلمة، قربت انا قام لقطوني وحطوني بالسيارة. اوكي. شو كانوا لابسين؟ تبهت لهم شي؟ شو كانوا لابسين؟ شفت شي؟ شو كانوا لابسين؟ ما كانوا قاعدين بالسيارة، ما شفت شي. ايه بس هني كانوا قاعدين كيف قدام وحطوك ورا ولا كيف؟ ما شفتهم ولا دغري غمضوا لك عيونك؟ شو صار معك؟ خبرني. دغري لقطوني قعدوني بأرض السيارة وحطولي وجهي بأرض السيارة. ما لحقت تشوف وجهن؟ لا. وضلوا تركين لك وجهك بأرض السيارة ولا غطوا لك عيونك؟ لا، خلولي وجهي بأرض السيارة. لوين أخدوك؟ قدي ضليتوا بالسيارة؟ قدي ضلوا ماشيين تقريبا؟ قدي وقت؟ شي ساعة تقريبا. ساعة بالسيارة. شو قلت لهم؟ قلت لهم شي بالسيارة؟ قلت لهم أنا وين؟ ليش أخديني؟ ايه صار يقولوا لي قعد عائل 10 دقايق قال بياخدوني عند البابا. اوكي. بعدين؟ بعدين بياخدوني مسافة طويلة. نعم. نرجع مننزل بجيب تاني. غيروا السيارة؟ نرجع من هن. نعم. رجعوا ظهروك من السيارة وحطوك بجيب؟ ايه. سوريين هن. حسيت في لهجة في لهجة سورية كأنه كلهم ولا بس اللي تاني اللي بتاني جيب ولا كلهم؟ كلهم بس بالسيارة كانوا لبنانية. بالسيارة كانوا لبنانية وبالجيب اللي رجع طلعوا فيه لهجتهم سوريين. ايه. اوكي. بعدين شو رجع صار؟ رجع اجا شاب واخدني بجيب تاني. نعم. اخدني عبيت. نعم. عرفت حالك وين؟ عرفت حالك بأي منطقة ولا ما قدرت تعرف شي؟ بس فوتوك عبيت. قالوا لي ببريتان. لا. هني قالوا لك؟ قالوا لي على الحدود السورية. أوكي.
فوتوك على البيت، شو صار معك بس فوتوك؟ فتت قعدت ليلتين، أول ليلة ما قدرت نام، تاني ليلة وين قعدوك؟ بأوضة قفلوا عليك؟ خبرني شوي تفاصيل، في فرشة، في تخت، بالأرض، شو صار معك؟ فرشة بالأرض، في كوريدور وحمام ومقفلين البوابات. مقفلين عليك كانوا. أول ليلة ما قدرت تنام أبداً، جربت تدق على الباب تقول لهم طعموك، شو أكلت؟ شو شربت؟ أكلت ساندويشة، تاني نهار ساندويشة كمان. ما خفت؟ ما خفت حسين أنت وقاعد لوحدك؟ إيه شوي، بس عرفت إنه أهلي رح يساعدوني بقدرة الله. نعم. تاني نهار قلت لي رجعوا كمان طعموك وأكلت، وبعدين شو؟ سمعت في حدا؟ سمعتهم عم يحكوا مع بعضهم؟ سمعت أصوات برات الأوضة اللي أنت كنت محبوس فيها هني وخاطفينك؟ لا، يحكوا على الأجهزة. يحكوا على الأجهزة؟ كانوا عم يحكوا مع بعض على الأجهزة، عم تسمع الأجهزة؟ ايه. ايمتى طلعوك رجعوا من البيت؟ هل سمعت شي حكي انه، هل حسيت انه رح يجوا يطلعوك؟ سمعتهم عم يحكوا شي معين ولا كيف صارت؟ كيف ظهروك رجعوا؟ لا، اجوا قوموني طمشوا لي عيوني ومشينا. وقديش بدلتوا سيارات ولا كمان ساعة بالسيارة طلعتوا؟ لا، بدلنا من سيارة لجيب. نعم، وبعدين؟ ايه، وهونيك أخذوني على سهل إعاد. شو عملوا بسهل إعاد؟ حطوني هونيك وعطوني التليفون. كبوك من السيارة تركوك وقالوا لك دق لأهلك وعطيوك التليفون؟ ايه، عطوني. ايه. وانت حافظ رقم بيك؟ ايه. اتصلت فيه، شو قلت له؟ قلت له يجي يخدني من إعاد. أوكي، شو قال لك أول ما سمع صوتك بيك؟ قال لي أنت وين؟ قلت له بإعاد. أم قال لي شو في حولك؟ قلت له مطمشين عيوني. أم قال لي شلاحن وجهك؟ أنت شلاحت. كيف دقيت لبيك ما وجهك عيونك مغمضين ولا هني طلبوا ولا كيف صارت؟ هني طلبوا لي النمرة. طلبوا لك النمرة، قال لك خد احكي بيك وفلوا دوروا مشيوا. ايه. ولا كانوا واقفين حدك انت عم تحكي بيك؟ لا، دوروا ومشوا. نعم. بهودي اليومين كلهم ما قدرت تشوف ولا وجه حدا منهم للي خطفوك؟ لا، كانوا ملتمين. كانوا ملتمين. شو بتقول للولاد يلي بعمرك حسين؟ وخاصة يلي عندك من البقاع من فوق؟ بقول لهم ما يقربوا على سيارة غريبة ويحكوا معها عن بعيد. نعم. حسين حمد الله على السلامة، برافو عليك، أنت ولد شجاع وحمد الله على السلامة، وعلى طول انتبه وفتح عيونك كتير منيح لما تصير مرة تانية معك، والله يخلي لك أهلك ويخليك لقلهم. أستاذ عباس سماحة ياريت فينا نحكي معه اللي هو جده لحسين. أستاذ عباس مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ جو. حمد الله على سلامته. برجع بقول لك اليوم حكينا على التليفون، كمان برجع بكرر لك على الهوا حمد الله على سلامته لحسين والله يقويكم، بس بدي منك خبرنا هو كل التفاصيل، خبروني انتم كعائله كأهل سماحة كيف تصرفتوا لما اختفى الصبي وقدينا طرتوا وقت وشو عملتوا؟ والله قبل ما احكي لك عن مشاعرنا والجرح الكبير اللي انزرع بنفسنا يعني، نعم، بدي احكي لك عن عادات منطقتنا. عادات منطقه بعلبك الهرمل ما هي ظاهره الخاطف فيها غريبه، نعم، وجديده، نعم. انت بتعرف ونحن بنعرف وكل الناس بتعرف الرجوله، الشرف، التضحيه، الفداء، التمسك بالقيم، كرم الضيافه موجود بمنطقتنا طبعا، سمعانين وعن أهلنا وعن جدودنا، والأكترية السيح الحاضرة بالوقت الحاضر عم تمارس هالعادات هاي يعني. نعم. هاي زهر الخاطف جديدة. نعم. هالمداخلة اللي عم قولها أنا، اختفى حسين، شو صار معك؟ التاريخ عليها. نعم. بيشهد عليها، بتشهد عليها أعواد المشانق الموجودة اللي كانت موجودة بالشام وببيروت أيام الاستعمار التركي،
والنضالات العديدة المتعددة. نعم أستاذ عباس. ساهمت نعم. عم تسمعني؟ لبنان. عم تسمعني أستاذ عباس؟ وتعميق نعم. نعم أنا بس بدي تنوضح للناس لأنه الناس بدهم يعرفوا شو صار. يعني نحن كلنا منوافقك على حكيك أكيد. إيه؟ اليوم اختفى حسين. يوم اللي انخطف حسين بالذات. شو صار؟ أنتوا كيف عرفتوا؟ قدينا طرتوا وقت؟ كيف حسيتوا؟ أي ساعة حسيتوا؟ نحن كان عند بيت عمه وراح. نعم. أمه فقدته. نعم. لقيته طول شي 5 دقايق هو أوكي. ما بيطلع إلا بإذن أمه أو بيو. أوكي. استعوقته. نزلت لحتى تشوف وين. ما لقيته. لقيت شحاته وقعاني على الطريق. أوه. نعم. صارت تسأل بيت عمه تسأل الجيران كذا مش موجود. عرفنا إنه تمت عملية خطف. كيف عرفت؟ كنا بي بشكل سريع. كيف عرفت انه عمليه خطف؟ اتصلنا بالقوى الامنيه. بس كيف عرفت انه عمليه خطف استاذ عباس؟ بالاحزاب الاسلاميه على راسها حزب الله وحركه امل والحزب القومي السوري والتحري حركناها من كل الجهات. عم بفهم منك اذا عم تسمعني استاذ عباس بفهم منك انه اليوم بفهم منك انه في تدخل حزبي يمكن لينشال الغطاء مش هيك تحركت بسرعه القوى الامنيه هيك عم بفهم؟ لا لا كان في تعاون رهيب نعم بين القوى الامنيه والقوى الحزبيه نعم لا لا ايجاد نهايه سعيده لهالعمليه الممجوجه الوقحة نعم اللي هي من مش من شيء من منطقتنا بالذات نعم إيه بس وبحمل المسؤولية مش للي خطفوا لسياسة الأمن بالتراضي هالسياسة هيدي اللي عم تمنع الغطاء السياسي عن القوى الأمنية سواء كان مخابرات جيش او تحرية او امن دولي او كذا نعم 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 لانه رجع حسين نحن مش لقيون للخاطفين يعني رجع حسين هن رجعوه الخاطفين رجعوه نحن منحلم نعم طبعا صار في ضغط نحن منحلم بوجود الدولة القوية دولة القانون الطبيعي والسياسي والاجتماعي صارت ظاهرة ملفتة بعدة مناطق نعم ومنها منطقتنا صحيح انه انسكتوا عرفوا هالناس اللي عم يخلوا بالنظام وبالقانون وانحموا من اشخاص سياسيين طب 100% استاذ عباس على صعيد البلديه على صعيد الضيعه عملتوا شيء لحتى ما يصير مع غير عيال مع اولاد تانيين يعني حضرتك قدرت تتصل بحزب الله وحركه امل والحزب القومي السوري يمكن غيرك ما عنده اتصالات هل عم تعملوا خطه لتحموا اولاد المنطقه والله لك يا استاذ جو بلدنا انت تعرف تركيبته مثل ما بنعرف نحن يعني نعم والعمل الخير كل الناس بتغور عليه انت لو انك هون وشايف كيف قامت المنطقة كلها سوا مستنكرة هالعمل هيدا وبدهم يعملوا ظاهرات ويقطعوا الترعات انا منعتهم لانه هيدي ما بتوصل لنهاية سعيدة طبعا شو ذنبه هال اللي عنده سيارة عم يشتغل بس بشكل سريع خبرني استاذ عباس هيدي نسيت اسألها على سيلولير مين اتصلوا او بعتوا بدهم مصاري طلبوا فدية عملوا مساج لابني نعم طلبوا فيها مصاري نعم قال لهم ابني الله عطاني اياه والله هو ادبر فيه انا دولار بجيبتي ما فيه وما بدفع نعم بس كانت القوى الامنية عم تطاردهم من مطرح لمطرح نعم. خاصة قيادة شو اسمه مباحث الجيش والتحريين نعم يحصروهم على طريق مكالمات التليفون او كذا نعم بدونش يقزوا الصبي والا كانوا عمري معركة وقضوا عليهم استاذ عباس لو ما رجع لا سمح الله حسين لو حسين لليوم لو حسين لليوم بعده مخطوف استاذ عباس لو حسين لليوم بعده مخطوف وما رجع
شو كنتوا عملتوا؟ كنتوا دفعتوا مصاري ولا شو كنتوا عملتوا؟ لا ما بندفع مصاري، نحن بنكون عم نشجع الجريمة. نعم نحن هذا اللي بيدفع مصاري هذا عم يشجع الجريمة وعم يشجع سياسة الخطف. نعم نحن خلقنا رجال بمنطقة رجال ومنضلنا رجال. نعم سواء مات ابننا او عاش ابننا. نعم يعني. انا بحييك استاذ عباس وبرجع بقول لك الحمد لله على سلامته لحسين، بحيي العائله الكريمه عائله ال سماحه انا بحييها، والوطن بحاجه لرجال مثل حضرتك وبحاجه لعائلات توقف وقفه رجال لحتى نخلص من الجريمه. خلي لي اياك انا بس بدي فضل. كلمه صغيره تفضل اني حيي هالصرح الاعلامي نضيف يلي عم يحاول يضوي على مسألة مزعوجة منها المنطقة ومزعوج منها لبنان ككل. طبعا نحن منحب تراب لبنان، منحب الصخر بلبنان، منحب أطفال لبنان، رجال لبنان، ما حدا في زايد علينا بوطنيتنا. نحن أولاد هالأرض ونحن بدنا نحافظ على هالأرض وعلى القيم الموجودة بهالأرض. نعم نعم انا كثير بشكركم. نعم شكرا لك. زينا نحن بدنا نختم. ما بعرف اذا لازم نحكي مع حدا. ايه قبل ما نختم جو، مثل ما قلت انه حسين هو فعلا ولد شجاع ومن بكره بده ينزل على الحارة يلعب مع اصحابه. نعم. بس بدي خبرك خبريه عن العصير وعن الشعر وعن السخونه، رح اترك له الميكرو يخبرك اياهم. خبرني حسين. خبره شو صار. يلا قلي. كيف قلت له انك صافي؟ قلت لهم اول شيء انه معي رابو. نعم. بدي اخذ الدواء من عند اهلي. ايه. شو قالوا لك؟ قالوا لي قلي اسم الدواء او شو لونه؟ قلت لهم ما بعرف. نعم. انت فعلا معك رابو ولا كنت عم تعمل هيدي الشغله لحتى تحتال عليهم؟ كنت عم بحتال عنايهم. والله منك قليل يا حسين، منك هين. شو قصة العصير والشعر؟ بعدين جابوا لي قنينة عصير. نعم. شربتها فتح لي اياها الشاب. ايه. اللي قاعد معي. مسكتها بمحرمي وجبتها معي، ضبيتها بالكلسات. ضبيت شو؟ ال 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 السدة تبعها ضبيتها؟ ايه. السد اللي فتحه هو بايده، ليش ضبيتها؟ مشان شو؟ مشان البصمات؟ كرمال تشوف الشرطه البصمات. والله يا حسين هيك تحضر كثير، هيك تحضر افلام كثير ومسلسلات وتحقيقات منك هين. شو كمان بعد بدك تخبرني؟ الشعر خبرني. بعدين كنت قاعد على الارض على فراش. نعم. طلعت على السجاده لقيت في شويه شعر. نعم. شلتهم بمحرمه كرمال يعملوا فحص دي ان اي ويلقطوا الماره. حسين برافو عليك. والله يا حسين انت لازم تعمل تحري بالمستقبل، ان شاء الله يكونوا كل اولاد هيك عم يتعلموا من طلعتك على الهواء ببرنامج انت حر ويعرفوا كيف يتصرفوا. شكرا لك حسين ولكل عائله ال سماحه، وبدعي كل الاهل يستفيدوا من هذه التجربه وعلموا اولادكم خاصه بالمناطق البعيده عن بيروت، علموا اولادكم كيف يتصرفوا مع الغريب، علموا اولادكم كيف لما تجي سياره غريبه كيف يتعاملوا معها لحتى ما نخسر مزيد من الاولاد او ما يصير في مزيد من عمليات الخطف، وبنتمنى انها ما تصير.